مشاهدي الكرام، هنعمل مع بعض النهارده اطباق او طبق فيه حاجات كتيره جدا من اندونيسيا. اكلها كتير ومختلف حسب المناطق، في نكهه وطعم كتير. اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوا اللي احنا نعمله، وخصوصا ان نكهه الفراخ اللي معموله هنستعمل فيها طعم الليمون ومعاه جوز الهند، ونفس الشيء بالنسبه للرز اللي برضه هيتطبخ وهيبقى معاه جنزبيل و محطوط برضو معاه جوز هند، لبن جوز الهند. بيتقدم معاهم بطاطس، بتتعمل بطاطس مهروسة، بتعمل ظريفة ممكن تتقدم للأطفال. الطبق كله على بعضه اسمه ناسي تام بانج. أما بالنسبة للسلطة اللي هتتحط، هتكون عبارة عن سلطة جزر مع كرومب، ومحطوط معاهم حلبة، ومعمولين بشوية جوز هند مع شطة حامية، ده اسمه أورابا. ده هتكون طبق بتاعنا اللي هو يعتبر رئيسي، جانبي، نشويات، وكمان فيه بروتين. لكن الطبق الحلو بتاعنا هنعمله من البقلاوة، ورق الجلاش اللي هنحشيه بالموز ونقدمه مع فاكهة، وهتكون حاجات سهلة وظريفة. أتمنى أنتوا تعملوها. تعالوا مع بعض ونبتدي حلقتنا. انواع الزيوت كتيرة، علشان اعرف ايه النوع اللي انا المفروض اشتريه، ما احطش في اعتباري اي حاجة بيحطوها على العلبة ولا على الازازة، لان ممكن يقولي ما فيش كوليسترول وفيها كوليسترول وبتقلل الدهن ده كله ملوش دعوة انا بشتريها ليه. انا لو بشتري زيت للقلية، فاذا بجيب الزيت اللي هو ممكن يقعد لمدة طويلة في القلية من غير ما يتكسر، ما بستعملش زيت زيتون. والانواع الزيوت التانية، اي زيت نباتي، مش معناه ان زيت نباتي يبقى ما فيهوش كوليسترول، لا، في ممكن زيت زي زيت النخيل بيبقى نسبة الكوليسترول فيه اعلى من الكوليسترول اللي موجود في اللحوم، فبالتالي ما اخدش الماركات والحاجات اللي بيقولوها لنا واخدها اعتباطا، لان ما فيش اي حاجة بتقيدهم بان المعلومة تكون صح. المعلومة متوقفة على انا بعرف ايه واعرفها ازاي لمصلحتي انا. فاذا كنت اجيب زيت ذرة او زيت عباد الشمس او زيت خضار او زيت خلط مخلوط مع بعضه، الاول بقرا المكونات اللي فيه، بشوف نسبة الكوليسترول اللي فيه قد ايه. والحاجة الأهم، لو أنا جايبه علشان أقلي بيه، يبقى إذا ممكن أجيب الكمية الكبيرة اللي هي بيكون سعرها قليل، بس في الأول بقرر أنهي نوع اللي هستعمله للطبيخ، وأنهي نوع للآلية، وأنهي نوع للسلطة. هنبتدي مع بعض ونعمل الطبق اللي احنا قلنا عليه من اندونيسيا، اللي هو يكون شامل تقريبا حاجات كتيرة. ممكن يكون فيه السلطة، ممكن يكون فيه النشويات، ممكن يكون للي بياكله خضار بس، وممكن يكون اللي بياكله لحمة. في كذا حاجة في الطبق دوت، فهنمسك حاجة حاجة على اساس ما يبقاش فيه لخبطة في اللي احنا بنعمله، وتكون الامور سهلة لان فيه مكونات كتيرة. الطبق دوت، الفراخ اللي احنا هنعملها بتتبل بكزبرة مطحونة ناشفة، وبجنزبيل او زنجبيل مطحون ناشف، وكمون برضو نفس الشيء مطحون ناشف. دوت بتبقى التتبيلة، وبيتحط معاه اللي هو بيتسمى الليمون جراس او ورق الليمون، اللي هو شبه ورق الغار. في حاجتين، في ورق غار ده بيبقى مفلطح وناعم، وفي اللي هو ورق الليمون اللي هو شجر الليمون بيبقى ليها باين فيها عروق اكتر. وبيتحط معاها نفس الورقه اللي هو اللي اسمه الليمون جراس دوت، اللي هو عنقود الليمون دوت، ده بيبقى ريحته ليمون، بس الريحه بتبقى محفوظه جوه لغايه لما اجي انا استعمله. فباجي اقطع الورق ده كده اهو. وبالمناسبه في ماليزيا بيستعملوه، ممكن ده يتعمل كده ويتخبط جامد، يعني اخبط الورقه ديت جامد وديت اعملها كده، وبعدين تبقى عامله زي الفرشه ادهن بيها الاكله تديني طعم الليمون. يعني ممكن اعمل ديت زي الفرشه وتديني طعم الليمون. فانا هاجي هنا واخبط بس على ديت جامد هنا، بحيث انها تبقى سهله معايا ان انا استعملها. هقسمها واستعملها لكذا حاجه. هجيب واحده واعقدها كده عشان تبقى سهل ان انا الاقيها، بدل ما يبقى حتت صغيره وتجري في كل حته. وفص التوم بعمل فيه نفس الشيء، بجيب التوم وبضغط عليه، ودي هتكون التتبيله، ورق الليمون والتوم. ابتدت الريحه تظهر للتوم وورق الليمون ورق الغار مع الحاجات اللي انا حطيتها ديت. بحطها على البصل، بجيب بصل وبحمره، بحط البصل في قلب
الوعاء بتاعي اللي انا اسويه بعد ما بحط شوية زيت وبسيبه يتحمر. فاختصارا للوقت انا حطيت هنا شوية زيت وحمرت بصل، فبعد ما بحط البصل دوت بسيبه لغاية لما يدبل ويبقى الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هو قدامنا دلوقتي. البصل بيبقى متحمر كده. بعد ما البصل بيتحمر كده بضيف الفراخ عليه، يعني ما بحطش الفراخ قبل كده، بجيب قطع الفراخ ديت واقلبها كويس بعد ما تبلتها، وبعدين هتبلها هنا بملح وفلفل، نجيب فلفل اسود. الجنزبيل هيدي طعم لاذع، الكزبرة والكمون طبعا احنا عارفين طعمهم ايه. بجيب شوية ملح صغيرين واحط شوية فلفل اسود، احط شوية ملح هنا واحط شوية فلفل، وده هيكون اول حاجة اللي هو عبارة عن الفراخ بس لوحدها. فراخها تستوي وبعدين هنضيف لها بقية المحتويات بتاعتها، وهقول لكم بقية المحتويات هتكون ايه. دلوقتي المطبخ اللي احنا بنعمله مطبخ اندونيسي، طبعا في عدد كبير جدا عارفين المطبخ الاندونيسي وفي ما تعرفوش عليه، لكن على كل الاحوال هو متأثر بكذا مطبخ، منهم المطبخ الهولندي والمطبخ الانجليزي وبالشرق الاوسط وباليمن ومن المطبخ الهندي، فعندهم كذا طعم وكذا نكهة وكذا وجبة بطريقة مختلفة تتماشى تقريبا مع كل الناس. فاجي هنا بحط مع الفراخ ديت اللي هو الليمون اللي احنا عقدناه، والثوم لو احنا فاكرين اللي انا ضغطت عليه، وقرفة، فبحط القرفة والثوم والليمون وورق الغار، واحدة ورق غار وورقتين ليمون. فطعم الليمون دوت غير طعم ليمون الليمون اللي احنا بنستعمله في العصير، لكن ممكن قشر الليمون يعني يدي المزازة بس مش هيبقى زي ده بالظبط. هسيب دي تستوي شوية وبعدين هضيف عليها لبن جوز الهند. لبن جوز الهند بيستخدم كتير جدا في المطبخ الاندونيسي، وفي ناس هتقول معقولة نحط جوز الهند على الفراخ؟ في مئات الملايين بياكلوا بالطريقة ديت، واحنا مضيعين على نفسنا فرص كتيرة ان احنا ما بنجربش حاجات كتيرة لمجرد احنا بنقول معقولة نحط دي ومعقولة نحط ده. متهيألي طالما في ناس تانية بتاكله احنا نقدر ناكله ونقدر نجربه وبعدين نحكم اذا كان حاجة ممكن زي كده هتبقى حلوة ولا لا. هنعمل مع بعض طبق الرز اللي هو هيكون برضو فيه جوز الهند. الرز اللي هعمله رز بسمتي، وده برضو نوع من انواع الرز اللي هو في شرق اسيا. والرز البسمتي بيبقى طويل ومزروع اصلا في افغانستان في باكستان في الهند، ودوت بيستوي في شوية مية، بحط شوية مية ما بحطش مية كتير لان بحط معاه جوز هند برضو، شوية مية صغيرين جدا وبسيبهم يغلوا، او حتى بمجرد ما بيبتدوا يسخنوا هحط عليهم الرز ودوت علشان ياخد النكهة بحط معاه حاجات كتيرة. الاول ابتدي بالرز هنا، نجيب معلقة واحط الرز واقلبه، وبعدين علشان ياخد النكهة او الطعم اللي انا قلت عليه بحط له شوية ملح، ما بكترش الملح، بحط الملح هنا، وبعدين بحط معاه نفس الشيء، بجيب الثوم اللي انا بخبطه بفتحه بيتحط معاه صحيح زي ما هو، بيتحط معاه ورق الليمون نفس الليمون زي ما انا حطيت في قلب الفراخ، وبتحط معاه جنزبيل، الجنزبيل اللي هو الزنجبيل اللي هو الطازة، بجيبه وبقشره تبقى قطعة كبيرة بحطها زي ما هي، وبحط كمان ورق غار ونفس الشيء ورق ليمون. يبقى انا عندي نفس المكونات اللي زاد على الرز دلوقتي، ان انا حطيت بس الجنزبيل لكن بقية المكونات كانت واحدة. بقلب دوت واسيبه شوية، بمجرد ما يبتدي يغلي هضيف عليه بقية المكونات، وهتكون كركم وكمان لبن جوز الهند. ارجع للفراخ هنا اهو ونقلبها، زي ما احنا شايفين ابتدت تتحمر، البصل اتحمر اللي فيها، بقلبه واضيف على ديت، اسيبها تستوي بس السائل اللي هسويها فيها هيكون لبن جوز الهند. بحط هنا لو لبن جوز الهند مش موجوده ممكن استعمل كريمه، وممكن اجيب جوز هند مبشورة واسيبها تغلي، ودوت هيكون الخليط اللي انا هسوي فيه الفراخ. بغطي على الفراخ ديت وبسيبها تتكمر لغاية لما تستوي خالص، وارجع للرز هنا اهو وهضيف عليه حاجتين، هحط الكركم، حط الكركم على الرز واقلبه، يبقى حطينا كل التوابل والبهارات بتاعتنا. والحاجة التانية اللي هي الاهم واللي هتديله طعم هيكون
لبن برضو جوز الهند. حطيت ملح بسيط، ما بحطش سكر، انا مش بعمل رز بلبن، مش عشان حطيت لبن جوز الهند يبقى دوت حاجه حلوه، لا. عندنا اجزاء كتيره في السمنه، خلينا نستعملها بدل ما بنستعمل جزء واحد او جزئين وسايبين الباقي. فممكن يعني الاكل الكتير دوت اللي الناس بتعمله في كل حته، احنا ممكن نفس المكونات موجوده، لو ما لقيناش ورق الليمون هو ده بس الحاجه الوحيده اللي مش هنلاقيها، لكن كل حاجه تانيه موجوده في كل المحلات. بحط لبن جوز الهند وبضغط على كل الحاجات ديت جوه الرز وبسيبه، بمجرد ما يغلي بوطي عليه واسيبه يستوي، وبعدين نرجع له علشان نقدمه مع بقيه الاطباق. بقيه الاطباق اللي هنعملها هيكون في حاجه بتتعمل هنا اللي هي عباره عن فلفل حامي محطوط على جوز الهند، محطوط عليهم شويه زيت صغيرين، ودوت اتعمل معجون ففيها طعم المزز والطعم الحلو والطعم الحادق، وبيتضاف عليها حلبه، الحلبه اللي هي ده الشكل بتاعها، وده اسمه قرابه. الطبق دوت لوحده اللي هو طبق المخلل بيبقى اسمه قرابه. بجيب الحلبه وبحطها هنا اهوت على الخليط دوت اللي هو عباره عن جوز الهند مع الفلفل الحامي اللي هو خلاه لونه يبقى لونه برتقاني زي ما احنا شايفين، وكرومب اللي هو الملفوف. طبعا هو اسمه ملفوف اللي هو الكرومب، على اساس ده اللي بيتلف، المفروض يكون قبل ما يتلف يبقى اسمه كرومب وبعد ما نلفه يقول ملفوف، لكن المهم هو اسمه ملفوف في بعض البلاد. وهو الكرومب بقطعه رفيع وبخلطه على الحلبة وبخلطه على المعجون اللي احنا كنا عاملينه مع شوية جزر، دول يا دوبك بس بسيبهم في المية يتبلوا شوية، وبعدين ده الخليط هتكون زي السلطة مصاحبة للطبق الرئيسي اللي هيكون معمول من الفراخ اللي احنا عملناها سوا، وكمان هيكون من الرز اللي احنا عملناه. دول يعتبروا خضار ونشويات. المطبخ دوت الاندونيسي في حاجات كتيرة وحاجات ظريفة، والرسم والاشكال ليها دور كبير. في حاجة من الحاجات اللي هتتعمل اسمها برج ديل. برج ديل عبارة عن بطاطس، بجيب بطاطس بهرسها بعد ما بقشرها، بجيبها وبهرسها ينوت، وبعدين بحط عليها بعد ما بخليها تبقى ناعمة خالص بجيب ملح وفلفل، جيب شوية ملح صغيرين هنا، وبجيب شوية فلفل، بطحن شوية فلفل طازة عليها، او ممكن استعمل فلفل ابيض لو مش عايز الفلفل الاسود يبان جوه. وبعد ما بهرسها ناعم قوي بضيف عليها الكرفس، بجيب كرفس اللي هو دوت بقطعه قطع صغيرة واروح حاططها على البطاطس ديت، وبعدين اجيب بصل، البصل دوت بصل متحمر بسيبه يتحمر وينشف، وبعدين بكسره وبحطه هنا هوت مع الكرفس. يبقى انا حطيت كرفس والبصل دوت، وبهرس البطاطس ديت لغايه لما تبقى ناعمه، وبعدين اشكلها الاشكال اللي انا عايزها، بعملها مدوره او بعملها بيضاوي، وده الشكل اللي احنا هنعمله. ممكن نعملها بالشكل دوت اللي هو البيضاوي، بمسك البطاطس واعملها بيضاوي كده، وبعدين بحطها في قلب شويه نشا، بجيب نشا، وممكن اعملها كور صغيره، واقول لكم السبب ايه، ان احنا ممكن نعمل منها اشكال. فهجيب البطاطس بحطها في نشا وبحطها هنا في شويه، بعد ما بحطها بالنشا بحطها في بيض، بخفق بيض واحطها فيه، وبعدين ديت بحطها في قلب الزيت واقليها. فبجيب البطاطس ديت اللي انا حطيتها وخلطتها بالكرفس وخلطتها بالبصل، واحطها في القلاية هنا بعد ما بحطها في النشا علشان النشا تمسكها. بعمل الكمية اللي انا محتاجها والحجم اللي انا عايزه، وبسيب دي تتقلي بعد ما بحطها في البيض. وطالما احنا هنا تعالوا نبص على الاكل اللي احنا بنعمله هنا، الرز اخباره ايه؟ ابتدى يتشرب زي ما احنا شايفين، ابتدى يتشرب ويكتسب اللون اللي هو الاصفر، اللي هو الريحة بتاعته ريحة جميلة، تركيبة الجنزبيل اللي محطوط مع التوم مع الليمون وكمان جوز الهند مديله ريحة ظريفة. وهنا الفراخ ابتدت تتشرب برضو نفس الشيء، البصل اللي فيها مع ابتدى ياخد اللون البني، لبن جوز الهند اللي انا حاطه. هوطي عليهم ونكمل مع بعض اللي احنا بنعمله مع بعض، اللي هي كانت البطاطس. بعد ما بطلع البطاطس من الفرن او بعد ما بطلعها من النار، ده بيكون الشكل بتاعها، بتكون استوت. ديت ممكن اعملها اشكال
وخصوصا تحبب الاطفال الصغيرين في الاكل. فممكن اجيب الكرة اللي هي الصغيرة ديت واحطها هنا هوت، واجيب فلفل اللي هو الفلفل الحامي، واجيب خلة، واجيب الكرة ديت واحطها هنا وبعملها كده. وممكن اجيب شبت حتى لو خليت الاطفال يساعدوني، واجي من ورا هنا هوت واعمل لها ديل يبقى زي الكتكوت، وده ممكن طبق يتقدم مع الفراخ. فهنعمل منه كام واحد، وزي ما قلت ان الطبق ان الاكل الاندونيسي او الاكل الشرق الاسيوي بيمتاز بانه بيزينه، بيعملوا الاكل بيزوقوه كتير. فبيجوا يعملوا مثلا الجزر بيعملوها زي ورده، يجيب الجزرايه وبيقطعها وبرده بيعمل منها زي قاعده كده اهو، وديت هيستعملها برده بنستعملها للتزويق. بتتعمل بكذا طريقه، ديت اسرع طريقه منهم، اما بتتقشر بالطريقه ديت وتعمل لها قاعده من تحت ويتحط بالطريقه ديت. ممكن اجيب فلفل حامي بنفس الفكره اللي عملنا بيها الكتكوت دوت او الفرخه واحطها في قلبيه، وده ممكن نزوق بيها الاطباق. الخيار ممكن لو جبت الخياره وقطعتها كده هوت، ممكن الخياره نفسها باجي والفها كده من الناحيه دي والفها كده من الناحيه الثانيه مش للاخر، وبعدين باجي الناحيه دي كده اعملها بنفس الشيء واكرر نفس الحكايه من الناحيه الثانيه. بحط الحاجات ديت في ميه فيها تلج. ممكن اجيب الفلفل الحامي او الفلفل العادي بقطعه من النص وبعمل له شكل سريع كده اهو، ممكن يتحط في قلب ميه، وبعد كده الميه اللي بتلج ديت بتخليه يفتح، وده هستعمله للتزيين او للتزويق. لو الفلفل الحامي بفتحه كده اهوت، لو الفلفل الحامي انا ممكن اعمله بمقص عشان ما امسكوش بايدي. في الطبق دوت هنحط بيض. البيض اللي هنستعمله هيكون عباره بيض بيتسلق في البصل، يعني انا بجيب البصل بالقشره بكل حاجه بحطها في الميه وبسلق البيض فيها، فبتاخد لون وطعم ونكهه البصل. ده برضو جزء من الحاجات اللي هنزوق بيها الطبق. وزي ما قلت هي حاجات كتيره بتدي نكهه وبتدي حاجات مختلفه للاكل الاندونيسي عن اي طبق تاني. هاجي هنا ونجيب الطبق الاولاني اللي احنا عملناه اللي هو كان معمول من الرز بعد ما بيستوي، ده بيكون الشكل بتاعه. واجيب الفراخ بعد ما بتستوي ونقدم الطبق دوت. نجيب قطع الفراخ ونزوق بيها الطبق او نحطها حوالين الطبق مع الصلصه اللي احنا عاملينها. نجيب الفراخ هنا اهوت، وبطلع كل حاجه اللي هو الليمون او ورق الغار بخليها على جنب ما بستعملهاش، بس باخد شويه من الصلصه اللي انا عاملها وبعدين ابقى احطها على الفراخ ديت. طعم الفراخ ديت ظريف جدا، طعم مختلف، متهيألي هيكون احلى من الفراخ اللي بتاكلوها مقلية، وصحية شوية عن الفراخ المقلية، وعلى الاقل حاجة جديدة وتغيير جديد وحاجة بياكلوها في بلاد احنا نسافر ليها عن طريق ان احنا بنعمل اكلة في مطبخ في ترابيزة من غير ما نروح لغاية عندهم. هجيب قطع الفراخ ديت وازوق بيها، وممكن احط شوية هنا، نجيب كبشة او حاجة اغرف بيها، معلقة اغرف بيها، واخد شوية من الصلصة ديت واحطها فوق الرز اشرب بيها الرز، نحطها كده هوت. وبعدين اجي الحاجات اللي احنا عاملينها دي ممكن نزوق بيها، اللي هو الخيار اللي احنا حطيناه وسبناه، بعد ما بنسيبه بيبقى ده الشكل بتاعه، بناخده الدايرة ديت بنقفلها ونقفل الدايرة التانية وتبقى شكلها زي ما احنا شايفين، بتدي شكل ظريف. ممكن نحطها هنا في الطبق دوت، وممكن اجيب برضو واحدة تانية فلفل اخضر من اللي برضو قطعناه ونحطه الناحية التانية، ناخد واحدة فلفل اخضر، وممكن حتى الجزر اللي احنا عاملينه نحط واحدة او اتنين في الطبق دوت. اجي للطبق التاني اللي هو طبق الرز اللي هو اصلا احنا قلنا عليه اللي هو الاساسي في الموضوع. بجيب الرز وبشكله بالشكل دوت، واجي احط هنا السلطة اللي احنا عملناها اللي هي سلطة الكرنب مع الجزر، بحطها حواليه هنا اهوت. بجيب ورق كرنب، ممكن استعمل ورق الكرنب كاطباق صغيره احطها في قلبيه، ممكن اخلي الباقي هنا على جنب مش لازم احط الكميه كلها. وبعدين باجي نحط الحاجات الصغيره اللي هي ممكن البيض، بيعملوا البيض زي الاومليت، بعد ما بيتسلق بعد ما بيتقلي وبيبقى كده
بجيبه وبلفه. ففي نوعين بيض، النوع اللي احنا وريناه لكم اللي هو المسلوق، والنوع التاني اللي هو دوت بجيبه بقطعه كده زي ما احنا شايفين، وبحطه في الطبق من تحت هنا شويه هنا في كل جنب من الطبق. وبعدين ممكن في الحاله ديت بنجيب الكتاكيت الصغيره ديت اللي احنا عاملينها، ممكن نحطها هنا فوق البيض، طبعا خرجت من بيض وعملناها سلطه. وبعدين نعمل للباقي دول شويه ديول، عندنا كام كتكوت هنا اهوت معمولين من قبل كده، فاحطهم هنا على الجناب. وبعدين نزوق ببقيه الفلفل. فده الطبق اللي هو ممكن من الرز اللي هو بجوز الهند، ومعاه البيض اللي هو زي البيض المخلل اللي معمول وكان محطوط فيه اللي هو البصل، جبنا البصله بالقشر بتاعها وحطيناها في قلب الميه، اديتها الطعم والنكهه وكمان اللون. نحط البيض دوت، واخر حاجه هنعملها اللي هو الفلفل والحاجات اللي هي مشهورين بيها، وزي ما شفتوها بتبقى تزويق نهائي للطبق. هجيب طماطمايه واحطها هنا، دي برضو طماطمايه للتزيين وكرفس، وده هيكون الطبق بتاعنا. وحتى الجزر اللي احنا عملناه دوت اتعمل له، لو فاكرين اتعمل له فلفل حامي بنفس التركيبه بتاعت الجزر، فلفل حامي اتحط في نص الجزرايه. فده هيكون الطبق اللي هو الطبق الرئيسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه نانسي توم يونج، واللي هو معمول من الفراخ. قبل ما نسيبكم نوريكم شكلها اتلون وبقى عامل ازاي. وعملنا معاها البطاطس اللي هي عملناها على هيئه كتاكيت، بتخلي الاطفال نحببهم في الاكل، ومعاهم الرز اللي هو كان بطعم جوز الهند، وليه نكهه ظريفه وجديده. نرجع دي هنا مكانها، ليه نكهه ظريفه وجديده مختلفه. اتمنى انتوا تجربوا الحاجات ديت، ما تستصعبوهاش، كلها حاجات ظريفه، حاجات سهله، ما بتاخدش اكتر من ان احنا نعود نفسنا ان احنا ندوق اكل جديد بشكل جديد بطعم جديد. نشوفكم ان شاء الله بعد لحظات ونعمل مع بعض الحلو، هيكون حلو سهل ومكوناته تقريبا موجوده عندنا.